السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان من صحيحه: تحت باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده قال في حديث 1659: حدثنا أبو كامل الجحدري أو فضيل بن حسين كما تقدم، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري، واسمه عقبة بن عمرو البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا، لا أضرب مملوكا بعده أبدا. في رواية: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. في رواية عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله، فجعل يضربه، يعني الغلام يقول أعوذ بالله، العبد يعني، فقال: أعوذ برسول الله، فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه. قال: فأعتقه. يراجع لفظ أعوذ برسول الله، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ التعوذات كلها في هذا الحديث هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فليراجع. أما قول أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراجع هذه اللفظة لأمور عقدية. وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.